مشكلة حب الشباب عند الرياضيين والمراهقين أسبابها وطرق علاجها، ده موضوعنا النهاردة، خليكم معنا. السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتأرق كتير من الرياضيين وكتير من الشباب في عمر المراهقة، وهي مشكلة حب الشباب. مشكلة حب الشباب ايه اسبابها؟ اسباب مشكلة حب الشباب الاساسية هي التغيرات الهرمونية. عند المراهقين تغيرات هرمونية نتيجة فترة النمو، فممكن يحصل خلل هرموني معين بيرتفع فيه مستوى الاستروجين، بيسبب بعض الافرازات الدهنية اللي بتسد مسام الجلد، فبتنقفل القنوات او مسام الجلد وتكون بكتيريا بتسبب تهيج والتهاب. ده بالنسبة للمراهقين. بالنسبة للرياضيين التغيرات الهرمونية اللي بتحصل لهم نظير ان هم بياخدوا هرمونات بترفع التستوستيرون وبترفع الاستروجين، لان التستوستيرون لما بيرتفع اوفر نظير ان انت بتاخد هرمون خارجي جزء منه بتحول الاستروجين، فبيعمل نفس المشكله وبيسبب حبوب للبشره وللظهر وبتخلي منظر الجسم مش ظريف. فايه اللي نعمله؟ في علاج خارجي وفي علاج داخلي. العلاج الخارجي ده يفضل عن طريق طبيب جلديه، وخاصه للمراهقين في بعض الكريمات، في بعض الوصفات الصحيه دي هقول لكم عليها برضو النهارده للعنايه الخارجيه، وفي حاجات ومكملات غذائيه لازم تاخدها عشان تحسن وظائف جسمك الداخليه، عشان ده اللي هيطلع بيه او هينتج منه تحسين بشرتك وتوازن الهرمون وتوازن خلايا الجسم وتوازن الجلد. رقم واحد من العادات اللي احنا لازم نغيرها اسلوب الاكل. اسلوب الاكل مهم جدا ان هو يتعدل، لان اغلب الناس اللي بتاكل جانج فود والوجبات السريعه اللي هي فيها نسبه كوليسترول عاليه وفيها دهون مشبعه بتعمل على بعض التغيرات الهرمونيه، واغلب الناس دول هتلاقي عندهم مناطق معينه فيها دهون غير الناس العاديين اللي بياكلوا اكل هيلثي، يعني منطقه اسفل الصدر، منطقه الارداف، هتلاقي اللي بياكلوا وجبات سريعه غنيه بالدهون الغير مفيده هتلاقي عنده خواصره عريضه، هتلاقي عنده دهون اسفل الصدر، هتلاقي عنده حبوب شباب، وده نتيجة ان الاكل غير صحي غير سليم، فبينتج عنه بعض التفاعلات الكيميائية داخل الجسم وبعض التغيرات الهرمونية وارتفاع مستوى الاستروجين اللي بيسبب حبوب الشباب وتهيج الحبوب او تهيج البشرة عشان تقاوم الدهون اللي تحت الجلد. فرقم واحد لازم نغير العادات السيئة في الاكل والبعد عن الوجبات السريعة. رقم اثنين الحد من استخدام السكريات في الاكل، لان اكل السكر كتير بيخلي عندك حساسيه الانسولين ضعيفه، وبالتالي بيحصل تفاعلات وتغيرات هرمونيه ممكن تسبب لك حب الشباب. فابعد عن مصادر السكريات بقدر الامكان، ابعد عن الوجبات السريعه بقدر الامكان، ابعد عن الجلوتين، الاغذيه اللي فيها جلوتين ابعد عنها، لان هي برضو بتعمل تهيجات للبشره لبعض الناس مش لكل الناس. ديت بالنسبه للتغذيه. نيجي بعديها للعناية الخارجية. الطمي الهندي. الطمي الهندي عنصر طبيعي هتلاقيه عند العطارين، غني بالأملاح المعدنية والفيتامينات، لما بتعمل بها ماسكات بتساعد في تنقية وتنظيف البشرة. زيت النيمو. زيت النيمو هتلاقيه في الصيدليات، تحط على بشرتك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع بالليل، وتصحى الصبح تغسله بمية نقية، مية فاترة وليست مية سخنة. برضو ده بيحسن وظائف الجلد الحيوية وينشط خلايا الجلد، وبالتالي بيطرد الترسبات اللي بتحصل والطبقات الدهنية اللي تحت الجلد. رقم ثلاثة البعد عن أي منظفات بتهيج البشرة. يعني أنت استخدمت صابون معين أو مادة معينة بتعمل تهيج للبشرة، ابعد عنها، وممكن تستبدله ببيبي جونسون. البيبي جونسون صابون للأطفال، لو أنت استخدمته أو أنت استخدمتيه، أولا المادة القلوية فيه مش عالية، ينفع للأطفال وينفع للكبار وما بيعملش أي تهيج للجلد. كده اتكلمنا عن العناية الخارجية، وطبعا الأعلم بيها والأصح بيها دكاترة الجلدية. نتكلم دلوقتي بقى عن المكملات اللي انت تاخدها عشان تشيل عنك حبوب الشباب أو تعالج حبوب الشباب. هنتكلم عن أهم مادتين هتستخدمهم عشان علاج حبوب الشباب، الكيوتين والجريب سيدز. الكيوتين اللي هو كيو انزيم، والحبوب المستخلصة من بذور العنب. ايه فايدتهم؟ المادتين دولا من اهم المواد
اللي هي مقاومة للأكسدة بقوة عالية، وعشان هي مقاومة للأكسدة بسرعة عالية فبتساعد في تجديد الخلايا الجسم. ده رقم واحد. هنتكلم عن كل عنصر فيهم وعن كل وظيفة لكل عنصر فيهم وإزاي تستخدمهم. الجريب سيدز مقاوم أكسدة عالي جداً، بيعمل على زيادة تدفق الدم للخلية وللجلد، وده بيساعدك في تجديد خلايا الجلد، بينزل مستوى الكوليسترول، وده مستوى الكوليسترول نزل البالانس وصحة الجلد هتكون أحسن. ده أهم وظائف الجريب سيدز. نيجي للكيوتين، والكيوتين أهم مكمل غذائي على الإطلاق. أولاً مقاوم للأكسدة، مقاوم للشيخوخة. هو والجريب سيد لما بتاخد معهم فيتامين سي بيساعد على إنتاج الكولاجين بصورة طبيعية داخل الجسم. غير كده الجريب سيد والكيوتين بيجدد خلايا الجسم وبيزيل الخلايا التلفة من الجسم، وده بيساعدك بصورة عالية إن أنت تجدد خلايا بشرتك، وده بينتج عنه قلة الحبوب وصحة الجسم وصحة جميع الأعضاء الداخلية للجسم. طريقة استخدام المنتجين دولا: الكيوتين من 50 إلى 100 ميلي جرام يوميا، لو الحباية 30 ممكن تاخد منها 3 حبات في اليوم، لو الحباية 50 تاخد منها حبتين، لو الحباية 100 تاخد منها حباية واحدة في اليوم كافية إلى حبتين ماكسيموم. الجريب سيد حبتين في اليوم، أول اليوم آخر يوم، ممتازين، هيساعدوك في البالانس ده. نيجي بقى لبعض العناصر التانية اللي هي مهمة معاهم عشان تعمل بالانس وتوازن للهرمونات، لأن ده خلل هرموني، وتعمل على تجديد خلايا الجسم وتعمل على الحفاظ على خلايا الجسم. رقم واحد فيتامين سي، وهو المكمل اللي بيتحد مع كيوتين عشان يكون الكولاجين، ده رقم واحد. رقم اثنين فيتامين اي، وفيتامين اي من اهم العناصر والفيتامينات اللي بتساعد في مقاومة الاكسدة وتساعد في تجديد خلايا الجسم. رقم ثلاثة فيتامين دال، وبرضه هو مقاوم اكسدة عالية وبيساعد في تجديد خلايا الجسم. دول كلهم عناصر بتكمل الجريب سيد والكيوتين. رقم اربعة الزنك. الزنك ملح معدني مهم جدا لتوازن الهرمون في الجسم. غير كده الخلايا اللي بتتجدد عن طريق الكيوتين وعن طريق جريب سيد بيقوي الخلايا ديت وبيعزز الخلايا ديت. ده وظيفته في الكورس ده. فالكورس بتاعنا مكون من ايه؟ مكون من عنصرين اساسيين، كيوتين وجريب سيد، ومعاهم فيتامين دال، فيتامين اي، فيتامين سي، زنك. لو مشيت على الكورس ده من شهرين الى 3 شهور هتلاقي نتيجه رائعه، مع كل اسبوع هتلاقي نتيجه احسن، وخصوصا اذا التزمت باكل صحي، اكل سليم، اكل ما يرفعش مستوى الاستروجين، وتبعد عن العادات السيئه في الاكل، وتبعد عن الفاست فود، وتبعد عن السكر، ولكن ما تبعدش عن الدهون، لان الدهون مهمه جدا اللي هي بتعزز فيتامين د في الجسم، ولكن الدهون بتكون بصوره معقوله. وتحصل على الدهون المفيده دي منين في اكلك؟ تحصل عليها من الافوكادو، من المكسرات، من الزبدة، بس بصورة بسيطة عشان تعمل لك توازن لفيتامينات الجسم وتعمل لك توازن لفيتامين د في الجسم. في كمان نوعين من الخضرة مهمين جدا، الأرنبيط والبروكلي. تاكلهم مع أكلك يا إما ني يا إما تاكله يكون على البخار بصورة بسيطة عشان ما يفقدش عناصره الغذائية. العنصرين دول من أهم الخضروات المقاومة للأكسدة، وخصوصا اللي باخدوا هرمونات بيحصل عندهم ارتفاع لنسبة الاستروجين وارتفاع لنسبة الكوليسترول. النوعين الخضرة دول مهمين جدا أثناء الكورسات وأثناء فترة العلاج من حبوب الشباب، وبتعمل توازن للجلد. وبكده نكون اتكلمنا عن كل شيء يخص حبوب الشباب، طرق علاجها وأسبابها، وإيه الأغذية اللي تاخدها وإيه المكملات اللي تاخدها. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير وكومنت عشان يوصل لأعلى شريحة ويفيد الكل. ومساكم سعيد.